او احلام المتابعين ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيانه؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. واش لكم مبروكه ورمضان الله يدخل عليكم الصحه والهنا، واش ما كنتمنوا؟ واش نقول لكم، حنا حاصين في الكوزينه دابا بطولي 5 العشيه، كنا نعملوا عجينه بيتزا كما كتشوفوا، عملنا فيها شويه الملح وشويه الصحطه، شويه ديال زيت العود والخميره. وشي نقول لكم دابا، بقاو معايا تندلكها مزيان، ولاصوص ديالنا هي كطيب. Thank you.
هانتوما المتتبعين، نهار الاولاني في رمضان تفطروا بالصحة ولهنا، والله يجعل صيامكم مقبولا ان شاء الله يا ربي. هذه هي الطبيلة المتواضعة ديالنا، نتمنى الله تفطروا بالصحة والسلامة وبالرزق وباش ما كتمنوا. وهذا اش بغينا نشارك معكم اول فطور ديالنا، فطور متواضع، وخليكم على خير، والله يجعل صيامكم مقبولا ان شاء الله يا ربي.